بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنتكلم على دورة الميني ستاك. دورة الميني ستاك هي دورة طبعا احنا مقدمينها مجاني على اليوتيوب. ان شاء الله في وصف الفيديو هيكون في رابط البلاي ليست الخاص بالدورة عشان تخش عليها. انا طبعا اديكم نبذة عنها، هي حبيت اقدمها على طول مباشرة كبروجكت، ما حبيتش كمشروع متكامل كويب سايت، مش حبيت ان انا اقدمها كشرح كتوتوريال مثال منفصل عن مثال وكلام زي كده، لا كل الشرح على الموقع واحد مباشره، وكل نقطه بتقابلنا بنحاول نبسطها داخل المشروع طبعا بشكل ما، بحيث ان هي تتخدم عليها وتتفهم، وفي نفس الوقت يبقى احنا ماشيين في اطار بروجكت على بعض. في الكورس ده ان شاء الله بنتعلم النود جي اس طبعا على لغه الجافا سكريبت، ودول طبعا هم الاساس بتاع البروجكت او بتاع الكورس كله، وطبعا معاهم الاكسبريس جي اس. الاكسبريس جي اس طبعا هي عباره عن الويب فورم اللي مبنيه فوق النود جي اس. بنبني الموقع باحدث الاساليب طبعا الموجوده دلوقتي حاليا، والشغل الموجود في الشركات، رغم ان احنا طبعا مش من اول لحظه كان بنتدرج في الموضوع دوت عشان نوصل لدوت. يعني شغالين طبعا على ام في سي كديزاين باتر، بنربط بيه الداتابيس بتاعتنا مربوطه المونجو دي بي، شغالين طبعا الشغل بتاعها كله اللي هو الجيسون والكلام ده كله بنوصل له ونشتغل عليه من خلال الدرايفر اللي هو المونجوز اللي بيساعد ان احنا نخلي الويب سايت بتاعنا يبقى ريليتد او مرتبط بالداتابيز ويعمل العمليات الاساسيه عليه. فاصلين تماما الفكرتين ما بين الباك اند والفرونت اند، فاصلين تماما طبعا من خلال ان احنا شغالين ريست فول اي بي اي عن الفرونت اند خالص. الفرونت اند طبعا شغالين على انجلر، عملنا الخدمات الاساسيه اللي هي ساين اب واللوجن والكلام ده كله، طبعا اخذنا فيها الفورمز والفاليديشن وكل الحاجات ده بانواعها طبعا الاساسيه. وبعد كده تعرضنا في الكورس لبعض المفاهيم ايه الخاصه بعمليه السكيورتي زي الانكريبشن والويب توكن والاوثنتيكيشن والاوثرايزيشن، وازاي يعني نفتح بيرميشنز معينه لواحد وكلام زي كده، ودخلنا في ده كله وعملناه. طبعا عملنا برضو السي بانل بتاعتنا او الداشبورد، عملنا فيها الكراد اوبريشنز اللي هي الاضافه والتعديل والحذف والبحث وكل الكلام الاساسي دوت مع رفع الصور والملفات والكلام ده كله. والكورس طبعا احنا بنستكمل فيه كل شويه وبنزوده كل شويه، بنزيده افكار ومعلومات وخدمات. السؤال الاخير بس قبل ما اخلص، هل الكورس دوت ليه متطلبات؟ يعني اي حد يقدر يخش على الكورس ولا لازم يكون عنده بعض المعلومات عشان يقدر يجتاز ويشتغل في الكورس وتبقى ماشيه معاه الدنيا كويسه؟ طبعا اي حد هيبدا الكورس يفضل ان هو يبقى عارف ال HTML، عارف ال CSS، ده العادي طبعا في الويب، ده رقم يعني الف من غير ب يعني، او يعني حاجه بسيطه. وطبعا يا ريت يكون عارف لغه برمجه، يعني يفضل يكون لازم يكون عارف لغه برمجه، يفضل طبعا لو هي لغه الجافا سكريبت هيبقى كويس جدا جدا جدا، وبكده يقدر يخش في الكورس ويخش فيه بالتفصيل. وربنا يوفقكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.